بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 41 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع طلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من اليمن، باعثها مستمع يقول: الحسن بن ساتي سوداني مقيم في اليمن، أخونا له أكثر من قضية. في إحدى القضايا يقول: لي أقارب وهم محتاجون لكنهم لا يصلون ولا يصومون، هل يجوز لي أنا قريبهم ومن لم يكونوا أقرباءهم إعطاءهم زكاة الفطر والمال والتصدق عليهم دون غيرهم لحاجتهم الماسة، رغم أننا طلبنا ونطلب منهم باستمرار الصلاة والصيام مع وجود غيرهم من الفقراء الذين ليس بيننا وبينهم صلة، وهم يصلون ويتصدقون ويصومون، جزاكم الله خيرا؟ الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الصلاة والصيام صلوات الخمس صيام شهر رمضان ركنان من أركان الإسلام، لا يقوم الإسلام إلا بتمام أركانه، ولا سيما الصلاة فإنها عمود الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، فترك الصلاة كفر بالله سبحانه وتعالى، سواء تركها جاحدا لوجوبها أو متكاسلا مع الإقرار بوجوبها على الصحيح، لأن ترك الصلاة ترك لعمود الإسلام، ومن تركها فقد كفر كما جاء في الحديث، إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك فإنه لا تحل له الزكاة، زكاة المال وزكاة الفطر، كل الزكوات الواجبة لا تحل لكافر، وإنما هي للمسلمين، لفقراء المسلمين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، يعني من المسلمين. إلا من استثنى الله من مؤلفة قلوبهم على تفصيل في ذلك. وأن التبرعات صدقات التطوع فلا بأس أن يعطوا منها مع دعوتهم إلى التوبة ودعوتهم إلى المحافظة على الصلاة والصيام، فيعطون من التبرعات، ولكن لا يتركون من الدعوة والإنكار والتحذير والموعظة، لعلهم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا من الأقارب أو من غير الأقارب. ولكن الأقارب لهم خاصية في صدقات التبرع وصدقات التطوع، أما زكاة المال وزكاة الفطر فإنها تعطى لفقراء المسلمين سواء كانوا من الأقارب أو من غيرهم، لأنها حق لهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: لقد أدى والدي فريضة الحج، وقد نوى أن يحج مرة أخرى في نفس العام الذي عزم فيه الحج مرة ثانية، ثم أراد الله سبحانه وتعالى فتوفي، هل يجب علينا أن نحج عنه؟ وإذا لم نفعل هل علينا إثم؟ وقد تصدقنا بجزء من ماله في صدقة جارية، جزاكم الله خيرا. إذا كان لم يحج حجة الإسلام وله مال مات عنه، فإنه يخرج من تركته قدر ما يحج به عنه بالنيابة، لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى ودين لله في ذمته، فيخرج من تركته. أما إذا كان قد حج حجة الإسلام وإنما عزم على حج نافلة ولم يتمكن، فإنه ليس عليه شيء، ولا يجب في ماله شيء. وإذا تبرعتم من عندكم بوقف له أو صدقة عنه أو حج عنه، فهذا من عمل البر الذي ينفع الميت، ولكم فيه أجر إن شاء الله.
عليكم. جزاكم الله خيرا. يقول إن والده قد حج وفيما يبدو أنه حج حجة الإسلام، ثم يذكر أنهم قد وضعوا له جزءا من ماله صدقة جارية، هل من تعليق أيضا شخص؟ نعم لا بأس بذلك الحمد لله، إذا كان حج حجة الإسلام نعم فإنه أدى ما عليه الحمد لله، فيكون الحج عنه بعد ذلك من باب التبرع والإحسان يكون نافلة، وكذلك إذا اتفقوا على أن يوقفوا شيئا من ماله له صدقة جارية فهذا مالهم وحقهم، إذا سمحوا بشيء منه ينفع الميت جزاهم الله خيرا ونرجو أنه ينفع الميت، فإذا اتفقوا على ذلك أو عمله بعضهم من ماله الخاص أو نصيبه الخاص فهذا شيء طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في قضيته الثالثة يقول هل يصح للجنب أن يصلي بتيمم صلاة الفجر خوفا من استعمال الماء الذي غالبا ما يضر ذلك الرجل السائل، ثم إذا كان الوقت شتاء بالذات أم لا بد من الاغتسال ثم الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الماء باردا جدا ويحاف على نفسه منه وليس عنده ما يسخنه به، ليس عنده ما يسخنه به من وسائل تسخين الحطب أو الغاز أو الكهرباء أو شيء من المسخنات، والخطر شديد ويخشى على نفسه، فلا بأس أن يتيمم عن جنابه ويصلي، لأن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان قائدا لبعض السرايا وأصابه احتلال وكان الماء واردا جدا، فتيمم وصلى بأصحابه. لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك أقره على ذلك عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا كان الإنسان في البلد ولكنه مريض ويخشى إذا اغتسل بالماء أن يزيد به المرض أو نصحه الطبيب في ترك الاغتسال بالماء فإنه يتيمم ويصلي، قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. المريض إذا خاف على نفسه باستعمال الماء مرضا أو ازدياد المرض الذي فيه أو نصحه الطبيب بتجنب الماء فإنه يتيمم ويصلي والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤاله الأخير يقول هل التدخين حلال أم حرام؟ التدخين الذي يشرب من التدر ونحوه هذا حرام، لا يتعاطاه المدخنون ويضرون به أنفسهم ويدخلون هذا الدخان في حلوقهم وصدورهم وأجوافهم، هذا حرام لأنه مضر جدا ويسبب أمراضا خطيرة، وأيضا يستنزف المال بغير فائدة ويسيء إلى الناس الذين يجلسون معه أو يركبون معه في سيارة أو غيرها، فهو يسيء إلى نفسه ويسيء إلى الآخرين ويبذر ماله ويضر بدنه وأضرار كثيرة في هذا الدخان الخبيث، فهو حرام بلا شك. والواجب على من عافاه الله أن يشكر الله عز وجل وأن يحذر منه، والواجب على من ابتلاه الله به أن يتوب إلى الله عز وجل ويتركه وينقذ نفسه من هذا الكابوس المخيف. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولإخواننا المسلمين العافية، ونسأل الله لإخواننا المبتلين التوبة من هذه البلوى وتركها والإقلاع عنها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى القاهرة عبر رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة سميرة عبد العظيم تسأل سؤالين. في سؤالها الأول تقول نحن أربع إخوات ولنا أخ وجميعنا متزوجون ولنا أب متوفى وأم على قيد الحياة، وقد استورثنا عن آبائنا مبلغا من المال، وقد عرض علينا الأخ اقتطاع مبلغ منه لغرض الحج لأبينا المتوفى وأمنا التي هي على قيد الحياة، فهل يحق لنا نحن البنات أن ندفع من حصتنا لغرض الحج علما بأننا نحن البنات متزوجات وعندنا أولاد وبنات؟ إذا كان المتوفى لم يحج عن نفسه وله مال تركه فإنه يحج من ماله، لأن هذا دين عليه يجب في ماله. أما إذا لم يكن له مال ولم يحج حجة الإسلام وأردتم أن تتبرعوا تحجوا عنه فهذا عمل صالح وبر لوالدكم، فلا بأس أن تقتطعوا شيئا من أموالكم للحج عنه. أما الوالدة إذا كانت قوية تستطيع الحج بنفسها مع محرمها فإنه لا يحج عنها، بل تحج هي إما فريضة وإما نافلة، تحج هي ما دامت تقدر على ذلك. أما إن كانت لا تقدر على ذلك لكبرها أو لمرض مزمن فيها ولا يرجى أن تقدر في المستقبل وهي لم تحج حجة الإسلام فإنها تميد، يجب عليها أن تميد أن يحج عنها إذا كانت قادرة ماليا، فكان عندها مال قادرة بمالها فإنها تميد من يحج عنها. وإن لم يكن لها مال وأردتم أن تتبرعوا عنها وتبروا بها وتحج عنها فهذا عمل طيب وعمل صالح. جزاكم الله
الله خيرا وأحسن إليكم تسأل وتقول: ما هي الأيام البيض وفي أي يوم من الشهر تبدأ وما هو فضلها؟ جزاكم الله خيرا. الأيام البيض ثلاثة أيام من الشهر، اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر. سميت أيام البيض لبياض لياليها بالقمر، لأن القمر في هذه الليالي يكون موجودا من أول الليل إلى آخره، فهو بيض بالقمر، فلذلك سميت أيام البيض أي أيام الليالي البيض. وصومها مستحب وفيه أجر عظيم، ومن صامها فكأنما صام الشهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، واليوم الواحد بعشرة أيام، ثلاثة أيام عن ثلاثين يوم، وهذا هو الشهر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من الطائف بعثت بها إحدى الأخوات، تقول: أم وليد من الطائف شين عين ياء، تسأل وتقول: ما حكم الإسلام في امرأة لا تعرف الصلاة ولا تعرف قراءة القرآن ولا تعرف إلا القليل من أمور دينها، هل تقبل صلاتها وهي كما ذكرت لا تعرف قراءة القرآن مع أننا نعلمها ولكنها لا تحفظ؟ هل علينا ذنب نحوها لأننا لم نعلمها الصلاة والوضوء وقراءة القرآن الكريم؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت عجزت عن تعلم القرآن مع محاولة تعليمها وعجزت، فهي معذورة في هذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الصلاة فإنها تصلي ولا تترك الصلاة. قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يحسن القراءة بأن يذكر الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. فتأتي بدل القرآن بالذكر: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. وإذا لم تحسن شيئا ولا من الذكر فإنها تصلي على حسب حالها، صلي الصلاة لا تترك أبدا، وإنما يصلي المسلم على حسب حاله، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. على كل حال جزاكم الله خيرا في ما بذلتم من محاولة تعليمها، ولكن مروها بالصلاة وأكدوا عليها ولو لم تحسن القرآن. إن كانت تحسن أن تذكر الله في الصلاة حال القيام بأن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا واجب، وإن لم تكن تحسن فإنها تصلي على حسب حالها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المملكة المغربية، باعثها المستمع عبد الحي. الأخ عبد الحي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. نرجو أن تشرحوا لنا هذا الحديث الشريف، جزاكم الله خيرا. نعم، العدوى هي تعدي المرض من جسم إلى جسم آخر، من المريض إلى الصحيح، هذا العدوى، انتقال المرض من المريض إلى الصحيح. والعدوى موجودة، ينتقل المرض من المريض إلى الصحيح بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى أي على ما كانت تعتقده الجاهلية من أن المرض ينتقل بنفسه بدون تقدير الله عز وجل وبدون أمر الله سبحانه وتعالى. جاهلية ما كانت تؤمن بأن العدوى بإذن الله عز وجل، وإنما كانوا يعتقدون أن المرض ينتقل بنفسه، ويبالغون في أمر العدوى ويفعلون أفعال قبيحة فرارا من العدوى. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورد الأمر إلى الله. فالعدوى موجودة، ولكنها كغيرها من الأمور لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فيجب التوكل على الله عز وجل مع ذل الأسباب الواقية من العدوى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجنون فرارة من الأسد. وقال صلى الله عليه وسلم: في الوباء إذا كان في بلد فلا تقدموا عليها، ومن كان فيها لا يخرج منها. كل هذا من أجل عمل الأسباب الواقية، التوكل على الله مع الأسباب، مع ذل الأسباب الواقية المباحة من العدوى، هذا أمر مطلوب. أما اعتقاد الجاهلية في العدوى وأنها تنتقل بنفسها بدون إذن الله وبدون تقدير الله، هذا هو الذي أبطله الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا عدوى. وأما الطيرة فهي شرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. والطيرة معناها التشاؤم، تشاؤم بالطيور والتشاؤم بالحيوانات والتشاؤم ببعض الأشخاص، واعتقاد أنها تؤثر على من خالطها أو قاربها، لأن هذا من اعتقاد الجاهلية، لأنه اعتقد أن أحدا يضر من دون الله عز وجل. هذه هي الطيرة، وهي شرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وجد في نفسه شيئا منها فقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول: اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. في حديث آخر: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. فيقول هذا الدعاء، وأيضا يعزم على الطريق على الأمر الذي مضى إليه، ولا ترده الطيرة عما عزم
إليه. قوله صلى الله عليه وسلم: الطيرة ما أمضاك أو ردك. فالطيرة إذا أثرت على الإنسان وترك العمل الذي أراد فعله تأثرا بالطيرة فهذا شرك بالله عز وجل. أما إذا وجد في نفسه شيئا من التشاؤم لأنه قل من يسلم من ذلك، بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الطيرة الشرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. الطيرة تكافح بثلاثة أمور: أولا التوكل على الله سبحانه وتعالى، وثانيا المضي في الأمر الذي عزم عليه ولا يرجع عنه خوفا من الطيرة، والأمر الثالث أن يقول هذه الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ما هي الوسيلة أو العمل الواجب شرعا لرد العين أو إزالة ضررها؟ جزاكم الله خيرا. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين حق، ولو أن الشيء سابق القدر لسبقته العين، ولو أن الشيء سبق القدر سبقته العين. فالعين حق، وهو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى جعله في هذا العائن أن يصيب بعينه وما نظر إليه، الله قادر على كل شيء. والعين تكافح بذكر الله عز وجل، الإكثار من ذكر الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى. وإذا وقعت في أحد فإن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نغسل ثياب هذا العائن أو أن يغتسل هو بجسمه، ثم تؤخذ الغسالة من ثيابه أو من بدنه وتصب على الذي أصابته العين ثم يبرأ بإذن الله. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا لم يعرف صاحب العين شفع له، هل من وسيلة أخرى ذكر الله سبحانه وتعالى؟ إذا لم يعرف يقرأ على المصحف ويرقى بالأدعية والآيات القرآنية. نعم. والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. يسأل: مع من يسأل عن صلاة التسبيح، هل هي جائزة؟ صلاة التسبيح ورد فيها حديث ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنده مقال طويل ما يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا في صفة صلاة التسبيح غرابة تختلف فيها عن الصلوات المشروعة، ما فيها من تكرار القراءة والقراءة في الركوع والسجود وأعمال وأقوال فيها مخالفة للصلوات المشروعة، مما يدل على أنها ليست مشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيشكك فيها. وفيما شرعه الله من الصلوات المفروضة والنوافل خير كثير لمن أراد الخير وأراد العبادة، أن الأشياء الثابتة على الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلوات تكفي ولله الحمد. جزاكم الله خيرا. هل تضربون مثال شيخ صالح؟ هل تضربون مثال بالصلوات الصحيحة النافلة التي شرعها الله وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم وهي مغنية عن صلاة التسبيح التي فيها هذا الخلاف؟ صلوات النوافل ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، من أعظمها صلاة الليل والوتر، صلاة الضحى، تحية المسجد، وكذلك الرواتب التي مع الفرائض، أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. كذلك النوافل المطلقة، أراد أن يزيد بصلاة الضحى ولأن من ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس، كل هذا وقت للصلاة. وكذلك من صلاة الظهر إلى العصر، كل هذا وقت للصلاة. وكذلك من صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للصلاة. الأمر موسع ولله الحمد لله. إذا المسلم في غنى عن هذه الصلاة التي مطعون في سند الحديث الذي ذكرها. نعم، ولكن الذين في قلوبهم مرض ما يحرصون إلا على الأشياء الغريبة والأشياء الشاذة، يبعثونها ويسرونها للناس ويعرضون عن الأشياء الثابتة ولا يحثون الناس على العمل بها والأخذ بها. نسأل الله العافية والسلامة. يسأل أخيرا شيخ صالح عن صلاة الحاجة، حكمها وكيف هي صفتها؟ جزاكم الله خيرا. لا أعرف صلاة الحاجة، لا أعرف صلاة يقال لها صلاة الحاجة، ولكن المعروف صلاة الاستخارة. أن الإنسان إذا هم بأمر ولم يجسم عليه وتردد فيه هل يمضي أو يترك، إنه يصلي ركعتين من هذه الفريضة، فإذا سلم فإنه يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، اللهم إن كان في هذا الأمر فيسميه خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فيسره لي، وإن كان فيه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاحفظني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا صلاة الاستخارة. أما صلاة الحاجة فأنا لا أعرف لها مشروعية أو دليلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول: فاعين جيم بأمانة مدينة.
مدينة الرياض يسأل ويقول: لقد من الله سبحانه وتعالى علي بتأدية فريضة الحج العام الماضي والحمد لله، وأثناء تأدية طواف القدوم حصل أن انتقض وضوئي وكان نيتي للحج تمتع، وبعد الانتهاء من الحج علمت أن شرط صحة الطواف الوضوء كاملة، وذلك بعد أن تركت مكة، وأنا الآن أقيم في الرياض، فماذا يجب علي أن أفعل؟ وجهوني نحو هذا، جزاكم الله خيرا. لقد من الله سبحانه وتعالى علي بتأدية فريضة الحج العام الماضي والحمد لله، وأثناء تأدية طواف القدوم انتقض وضوئي وكانت نيتي للحج التمتع، وبعد الانتهاء من الحج علمت أن شرط صحة الطواف الوضوء كاملا، وذلك بعد أن تركت مكة، وأنا الآن أقيم في الرياض، فماذا يجب علي أن أفعل؟ وجهوني نحو هذا، جزاكم الله خيرا. إن كان يريد بطواف القدوم طواف العمرة أنه ذكر أنه متمتع، فكأنه يقصد طواف العمرة سماه طواف القدوم، وقد طافه على غير وضوء، نقول عمرتك غير صحيحة، لأنه يشترط الطواف أن يكون الإنسان على طهارة، فمن طاف على غير طهارة فإن طوافه غير صحيح. إذا كان أدى هذه العمرة التي لم يصح طوافها تحلل منها وأحرم بالحج، فإن معناه أنه أدخل الحج على العمرة، لأن العمرة التي أداها غير صحيحة، فيكون أدخل الحج على العمرة التي نواها من الميقات، فيكون قارنا، يكون بذلك قارنا والحمد لله، بدل أن يكون متمتعا لأنه لم تصح عمرته. ماذا يجب عليه الآن وهو في مدينة كما ذكر في رسالة؟ كما ذكرنا يكون قارنا، تكون أعمال العمرة دخلت في أعمال الحج، أعمال العمرة دخلت في أعمال الحج فصار قارنا، والعمرة التي أداها ليست صحيحة، لكن نية العمرة موجودة والإحرام بالعمرة موجود، أدخل عليها الحج فدخلت أعمال العمرة في الحج. إذا ليس عليه أن على هذا اللي على هذا الذي وصفنا ليس عليه شيء، بارك الله فيك، إلا أنه لم يكن متمتعا وإنما كان قارنا، فعليه ما على القارن. نعم نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا لفضيلة الشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب.